ضمن الجولة الخامسة عشرة من الرابطة المحترفة الأولى لعبت خمس مباريات، تفوق فيها اتحاد العاصمة على ضيفه نجم مجرى بنتيجة 3 أهداف دون رد. وبالنتيجة ذاتها فاز نصر حسين داي على سريع غريزان، في حين اعتلت شبيبة الثورة مؤقتا صدارة الترتيب عقب فوزه برباعية كاملة على اتحاد بسكرة. وبهدفين لهدف واحد انتهى لقاء اتحاد بالعباس وشبيبة سكيكدا، فيما افترق أولمبي المدية وشباب قسنطينة على وقع التعادل السلبي. وتستكمل الجولة غدا السبت بلعب أربع مباريات تتصدر القمة بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل. وإليكم نتائج مباريات اليوم وبرنامج الغد في الجدول التالي.